صباح الخير عليكم متتبعي الاعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم كوكيز للاطفال. دخول المدرسه على الابواب، حاجه خفيفه يدوها معاهم للكوتي ولا كيجوا ملي يكلوا يشربوا بها الحليب، بحبه تاع بيض برك تخرجي كميه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم نقول لكم ما تنساوش تكثروا لي الجيم باش يوصل اكبر عدد من المتابعين. واذا كنتي اول مره تشوفي قناتي نقول لك فضلا وليس امرا اشتركي وفعلي الجرس اذا شفتيني نستاهل. اول حاجه نبداو بها بسم الله على بركه الله. في كسرونه درنا 100 غرام تاع الشوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء، زدت عليها هنايا 25 غرام تاع مارغرين اللي هي مغرف، ونحط الكسرونه تاعي على نار قليله ونخليهم يذوبوا مع التحريك مره على مره. حركيهم ولا ديريها في البان ماغي. من جهه واحده اخرى خليت الشيكولاته تاعي يذوب، جيت هنا في ريسيبيون درت حبه تاع بيض تكون بحراره المطبخ، زدت عليها هنايا رشه تاع الملح. ما غاديش ندير لافاني باسكو غادي ندير كادي كويك غو فريز اللي جات بزاف بنينه. هذا كادي كويك يعني برودوي ما شاء الله، عندهم لاغام تاعهم فيها شحال من ذوق. عندهم هذه تاع 300 غرام كيس كبير، وعندهم هادو الاكياس الصغار تاع 10 دينار. تكون عندك خرجه ولا تديهم معاك وتدي الحليب حاجه خفيفه. قلت لكم الادواق اللي عندهم كنتو شفتوهم ديجا معايا من قبل، عندهم الفريز كراميل بيسكوي شيكولا، عندهم سنيكرز، عندهم ذوق البيسكوي ذوق الفاني، يعني ادواق بزاف شابين. شا غادي ندي؟ غادي ندي نص كاس تاع كادي كويك. هذا البرودوي يعني الا لقيتوه غير شروه، ما غاديش تندموا عليه باسكو بزاف شباب. درت هنايا نص كاس، الكاس اللي غادي نعبر به كاس تاع 220 مللتر. هنا الكوكيز تبغوا هذا تخدموه بالفوي ولا بالباتر كيما بغيتوا. نجيب هنايا هذيك نص كاس تاع كادي كويك ونحطها الحبه تاع البيض ونطلعهم بالباتر مليح حتى يدوب لي هذاك كادي كويك ويبيض لي شويه الخليط، يعني ندربوا حاجه تاع زوج دقائق هكاك. مام اذا خدمتي بالفوي ديري هاد الطريقه باه تذوبي هذيك كادي كويك. نطلعها مليح بالباتر، شوفوا هنايا الخليط كيفاش بيض. نجيب هنا هذيك الشيكولا والمارغرين اللي كانوا دابوا لنا وطفيت عليهم وخليتهم تفاو شويه، ما نديرهمش هكاك حامين على البيض، كي يتفاو نفرخهم على البيض. وهنايا انا درت الشيكولا بالحليب، كما تعرفوا الدراري ما يبغوش حاجه مره، درت لهم شيكولا بالحليب. وتبقى ادواق، تبغوا ديروا 50 نص طابله تاع شيكولا كحله ونص طابله تاع شيكولا بالحليب ولا كونوازيت كيما بغيتوا نتوما. ونعاود نطلع بالباتر. وهنا هاد لي كوكيز قد ما تكون الشيكولا بنينه قد ما يجوكم بنان، ما نديروش باتا غلاسي ولا حاجه واحده اخرى، شيكولا تاع الطابله ولا شيكولا بالحليب. طلعتهم هنايا عاود طلعتهم بالباتر كما راكم تشوفوا، يبدا الخليط كشغل يتقالي لكم، تحسوا بلي الخليط بدا يجمد كشغل. نقلع الباتر، من بعد هنا نهود هذوك الاطراف نخلط كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا، تحسوا كشغل الخليط تاعنا بدا يتقال. نزيد عليه هنايا الفارينه، الفارينه عندنا 80 غرام، انا هنا عبرت لكم في الكاس باه تفهموا وتشوفوا للناس اللي ما عندهاش الميزان. الكاس هذا تاع 220 مللتر كي نعمروه بالفارينه ونديروه بومبي يولي يوزن لنا 120 غرام تاع فارينه. صافي حنا شنو ندو؟ ندو كاس الا ربع تاع فارينه هو 80 غرام. زدت عليه نص مغرف صغيره تاع بيكربونات ونص باكيه خماره تاع الكاطو، ولم الخليط تاعي. البيكربونات في لي كوكيز تعطيكم هذيك الخفه وتعطيكم هذاك التشقاق، ولي كوكيز تاعكم يجيكم كيما تاع برا اللي تشروهم تاع اللي نشروهم تاع القابسه. ونبدا نخلط هنا، حنخدم غير بلاسباتول ما نحتاجش ديروا يديكم ولا، وتكملي الكميه تاع الفارينه ما تيبسيهاش بالفارينه وتولي كيما عجينه تاع الصابلي ويجيك نورمال، يجيك كاطو سيك. هذا سموه كوكيز، صافي العجينه تكون تتلاصق. شوفوا كيفاش راهي العجينه تاعنا. من بعد هنا راني نلم في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام تاعها كيفاش راه. زدت هنا كملت هذيك الكوانتيتي تاع الفارينه، ومن بعد ندير العجينه تاعي في الفريجيدير واحد 10 دقائق، ونروحوا نشعلوا الكوشه تاعنا على 180 ولا 170، كل وحده تعرف الكوشه تاعها كيش طيب. هنا يديت بلا فريش تاع بابي كويسون ولا ترشوه مليح بالفارينه، بصح من الافضل ديري بابي كويسون. شوفوا العجينه تاعي كيفاش راهي، راهي عجينه تتلاصق. جيت هنايا شكلتها كرات، تبغوا ديروا بالميزان ديروا، تبغوا ديروا عينكم ميزانكم. انا هنا الكره درتهم شويه كبار، وكي تحطوهم بعدهم على بعضياتهم
لاخاطش هما غادي يفيدو لكم دروك كي طيبو والحبات تكبر. والناس اللي تبغي تضاعف المقادير ضاعفوا المقادير، يعني حبه تاع بيض دير لكم 12 حبه، واذا درتو زوج حبات بيض دير لكم 24 حبه كبيره كما اللي درتها انا. شوفوا هنا العجينه كيفاش راهي، راني يعني نوري لكم يعني راهي تتلاصق، ماشي كيما عجينه الصابلي ومشي كيما عجينه تاع غاطو سيك. ماشي ديروا الفرينه بزياده وتجوا في لي كومونتير تقولوا بلي الوصفه ماهيش ناجحه. هنايا كي شكلتهم نجي هنايا نبلاطيهم شويه هكا بيدي. تبغوا ديروا من فوق لي بيبي تاع الشوكولا ديروا، تبغوا ديروا لهم مكسرات، تبغوا اللي بغيتوها ديروا، انا خليتهم هكا. ومام كي طيبوا التزيين يبقى لكم نتوما على حساب الرغبه تاعكم. ندخلهم للفرن اللي كنت شعلته قلت لكم على 180 يكون حامي نار متوسطه مده 10 دقائق، ما يفوتوش 10 دقائق، لو كان يفوتوا 10 دقائق ينحرقوا وما يجوكمش. هنايا لي كوكيز تاعي بعد ما طابوا هذا هو الشكل تاعهم، شوفوا كيفاش يجوا مشقين. كي تشوفيهم تشقوا هكا عرفي باللي صاي راهم واجدين، 10 دقائق ما تزيديهمش. نخرجهم ونخليهم يبردوا، كي يبردوا تشوفيهم باللي كشغل يبسوا من برا، بصح كي تقسمي الحبه تلقايها الداخل طريه ومعلكه. بالنسبه للتزيين، التزيين كل وحده تدير شبغات ولا شي يبغوا ولادها تدير. انا هنا التزيين درت شوكولا تاع البندق اللي يقولوا تاع البوينه اللي كنت شاركتها معاكم، غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف هكا بال الناس اللي ما شافوش الوصفه ولا دخلوا معنا جدد يكتشفوها. ونص غادي ندير له شوكولا تاع اختيني كيما طيقوا تخلوهم غير هكاك بلا تزيين. هنايا درت شويه تاع شوكولا تختيني وندير لهم شويه تاع مكسرات ولا طيقوا مام ديروا لي بيبي تاع الشيكولا من الفوق ولا بات بيستاش ولا كل وحده قلت لكم دير التزيين اللي بغاتو. هي غادي نكمل نزينهم ونوريهم لكم جاهزين ان شاء الله في صحن التقديم. لي كوكيز تاعي راهم واجدين، هذا هو الشكل النهائي تاعهم كما راكم تشوفوا. كايلي درت لهم كريمه البندق وكايلي درت لهم تقوني الوصفه بزاف بنينه وتستحق انكم تجربوها. والتزيين قلت لكم ديروا شا بغيتو نتوما. وهنا غادي نقسم لكم حبه باه تشوفوا كيفاش يجي من برا مقرمش والداخل قلت لكم الطري ومعلك. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم وتخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. واذا شفتوا القناه تستاهل وراكم تستفادوا منها اشتركوا وفعلوا الجرس. السلام عليكم، تهلاو في روحكم.